ألف مبروك للحاصل على 250 ريال رصيدية. لا لا خلوني كذا يا شباب، بعطيكم الآن اسم المتسابق الحاصل على 200 والله 250 ريال. حلوة صح؟ والله حلوة نعمة. والله نعمة. يمكن دي تنجيك من إبراهيم. صح؟ اي والله. أنت حافظ الدرس من بداية البرنامج. ولا شفنا شيء. كيف؟ لا والله شفنا. ألف مبروك. يا حسين. الله يطول عمرك. يا دحام، يا فيصل. يا حسن. نقول. يا حسن. نقول. أقف فنجان. نقول. كيري. ستوب. بسم الله. اللي مصلي الظهر في جماعه هو ان شاء الله من الفلوس. ابغى اسالكم سؤال يا شباب. انا عندي النتيجه الان حقت 250 ريال رصيديه راحت لمين؟ من اللي ذكر اليوم ابيات شعر كذا مصريه؟ فيصل نياف. فيصل نياف المبروك. سهلة طبعا 250 ريال راحت للجميل اللطيف دائما وابدا فيصل بن نياف. والف مبروك. وين حسن؟ حسن يلا جاي.